السلام عليكم. توقيت مباراة فريق الوداد الرياضي وفريق المغرب الفاسي في الجولة 23 من البطولة المغربية الاحترافية ينوي القسم الأول والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يتصدر فريق الوداد الرياضي ترتيب البطولة المغربية الاحترافية برصيد 49 نقطة من 22 مباراة لعبها، ويحتل فريق المغرب الفاسي المركز الرابع برصيد 34 نقطة من 23 مباراة لعبها. ويواجه الوداد الرياضي المغرب الفاسي في الجولة 23 من إياب البطولة المغربية الاحترافية ينوي القسم الأول يوم الأربعاء 18 مايو 2022 على ملعب المركب الرياضي بفاس في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 7:15 مساء بتوقيت مصر، 8:15 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم نقل هذه المباراة على قناة الرياضية المغربية بتعليق سفيان الراشدي.